فيما يخص الرعاية الاجتماعية، معالي الوزير السيد أحمد الأسد يتحدث عن نقطتين جوهرية جدا فيما يخص قطع الأراضي. أكو دعايات كلش قوية، فتحت قطع الأراضي روحوا قدموا راح تنسد وكذا، ما أدري من دا يجيبون الأخبار الكاذبة. محترماتي معالي الوزير، استحسننا قرارا من مجلس الوزراء بتخصيص 20% من الوحدات السكنية التي تشيدها الدولة لفئتي الأرامل وذوي الإعاقة. 20% للأرامل وذوي الإعاقة استحصلوا الموافقات، يعني بعد بعدها ما مفتوح حسب قول المعالي الوزير. عندي بيت يصير أخذ رعاية، عندي كذا يصير أخذ رعاية. اسمعوا ايش قال السيد الوزير: توصلنا إلى إحصائية تتعلق بسكن الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، إذ تشير قواعد بياناتنا إلى الآتي. اسمعوا، يعني وزارة العمل مو ما تعرف كل شيء، تعرف طبعا أكيد. أولاً 240,189 أسرة يسكنون بالإيجار، دول اللي يسكنون بالإيجار. 2,133,416 أسرة يسكنون في منازل مع عوائلهم أو في العشوائيات، يعرفون قاعدين ويا عوائلهم أو بالعشوائيات. 3,665,416 لديهم سكن شخصي ومنازل، عنده يعني بيت وعنده راتب، يعني أيضاً يعرفون وزارة العمل. بس دائما وزارة العمل تشير إلى نقطة جدا مهمة في حال إذا شخص عنده سيارة حديثة، يعني مو كل من واحد قاعد ببيت أموره عادلة. كثير من الناس قاعدين ببيوت، يعني شلون يعني واحد ما يقعد ببيت؟ يعني كل من قاعد ببيت هذا زنقين أموره عادلة؟ لا طبعا، قاعد ببيت وما عنده راتب ما يقدر يشتغل، شغل ماكو. وزارة العمل يعرفون بكل شيء عن المواطن، يعني حتى يعرفون اللي عنده بيت وعنده راتب، يعني ماكو مشكلة. اللي عنده بيت وعنده راتب ماكو مشكلة، ده يقول لك ماكو. نعرف هاي الإحصائيات، 665,416 يسكنون في منازل شخصية، عندهم بيوت وعنده راتب رعاية، قاعد ببيت بس هو فقير الحال، شنو يعني شنو المشكلة بالموضوع؟ سمعت من بعض الإخوان يقول لك راتب الرعاية من جاي ينزل واحد بالشهر اثنين بالشهر، خلال أسبوع يقول لك إذا ما استلمه المستفيد يرجع إلى خزينة الدولة، يعني الراتب يرجع إلى خزينة الدولة. زين لنفترض يا معالي الوزير، تحياتنا إليك، الشخص مريض ما قدر بيوم ويومين وثلاثة أيام وأسبوع وعشرة أيام يروح يستلم راتبه، ما عنده حد يروح يستلم إلا هو، تعرف إلا على البصمة. ليش يعني خلال أسبوع يرجع الراتب إلى خزينة الدولة؟ اللي أتمناه من حضرتك يا معالي الوزير، الراتب من ينزل للمستفيد خلي على طول الشهر، يريد يستلم اليوم باشر عقبه ورا 10 ايام ورا 15 يوم ورا 20 يوم، شنو المشكله يعني؟ حتى لو ان كان ما استلم يريد الشهر الثاني نزل الراتب الاخر، خلي يصير راتبين يستلم مال شهرين، يعني شنو المشكله بالموضوع؟ يا حبيبي وانا تحياتي لك يا معالي الوزير، انت مسوي زين وبارك الله بيك وخلف الله عليك، كمل جميلك للاخير. من ينزل الراتب شو وقت ما يروح المستفيد يستلمه خلي يستلمه، يعني خلال 7 ايام اذا ما استلمه يروح يرجع الى خزينه الدوله. فاللي أتمنى من معاليك بأن الراتب من ينزل خلي المستفيد يستلمه في أي وقت كان، ورا أسبوع ورا 10 أيام ما يقدر، مسافر عنده شغلة كذا، ورا 20 يوم ما قدر هالشهر يستلمه، الشهر اللي بعده ياخذ ما الشهرين. أتمنى هذا الصوت يوصل لك، وأكثر الناس المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية أكيد يسمعون كلامي وأيدون هذا الكلام. واللي أتمناه من حضرتك، أتمنى بأنه تشمل بعد أكثر ناس في شبكة الحماية الاجتماعية، ويا حبذا يكون أكو ملحق للوجبة السادسة وتمشي الكل، بالأخص اللي عندهم نتائج تحليل الفقر. رحمة لوالديك، أنا أتكلم عن لسان الفقراء وأنا مع الفقراء، أتمنى الكل ينشملون. وبارك الله بيك، وتحياتي الإعلام علي الدلوي.